المهم نبتدي البرزنتيشن دلوقتي ونستنى البروتوكولز. لا اتفضل بقى عشان الوقت. اه اتفضل، هم هيجوينوا اصلا ان شاء الله. تمام، مساء الخير. انا يوسف مصطفى واحنا تيم ان تو ان سيلف درايفنج كار يوزنج سنسور فيوجن اند رينفورسمنت ليرنينج. انا معايا عبد الله احمد ومحمد عبد الحليم ومحمد صبري. احنا سوبرفايز باي دكتور حنان كمال ودكتور حسن مصطفى ودكتور سماح الشافعي، ومعانا من فاليو باشمهندس اسلام بكر وباشمهندس محمد عبده. احنا سبونسرد باي وان لاب وفاليو واي هاب واكاديميه البحث العلمي وايكيدا، واحنا وصلنا للفاينل فيز في الكومبيتيشن بتاع الديل تكنولوجي لمنطقه الشرق الاوسط وافريقيا وتركيا لمشاريع التخرج. اول حاجه، ليه رحنا للسيلف درايفنج كارز؟ ليه سيلف درايفنج كارز؟ الاوتونوماس فيكلز عموما هتساعدنا ان احنا نحل مشاكل زي مشاكل الترافيك اللي موجوده في المدن الكبرى. ثاني مشكله هتساعدنا نحلها ان هنقلل الرود اكسيدنتس اللي بتحصل نتيجه الهيومن ايرور، وهتساعدنا نكريت ابلكيشنز جديده في اندستريز مختلفه زي في الشيبنج او في الترانسبورتيشن وسبيشالي في الامرجنسي ترانسبورتيشن. طب ايه هي اهم البروز والكونز بتاعت السيلف درايفنج كارز؟ اول ميزه السيلف درايفنج كارز هي تقلل الرود اكسيدنتس اللي بتحصل نتيجه الهيومن ايرور، لان الكمبيوتر مش بيجيب ديستراكت زي البني ادمين. ثاني حاجه يحلها لنا هي مشكله الازدحام المروري اللي موجوده في المدن. ثالث مشكله هي مشكله الباركينج، وهي كمان هي اليمينيت السبيسز اللي موجوده ما بين العربيات. طب نيجي بقى للمشاكل، اهم واكتر مشكله عندنا هي مشكله السكيورتي، لان العربيه هتكون عرضه للهاكينج وممكن يعمل ري راوت للجورت بتاعتي، ممكن يعمل ريكورد ليا وانا جوه العربيه، او ممكن حتى يبريك داون السيستم كله. ثاني مشكله عندي هي مشكله يحصل دامج في اي سنسور من السنسورز، وده لو حصل هيبقى مشكله كبيره لان العربيه اوريدي معتمده على السنسورز في كل القرارات بتاعتها. ثالث حاجه ان يحصل لوس للدرايفر جوب. اكوردنج لدراسه معموله من يو اس كوميرس ديبارتمنت في 2017 بتقول ان حوالي 4 مليون امريكا هيفقدوا وظيفتهم نتيجه الاوتونوماس فيكلز، معظمهم من سائقي القطارات وعمال التوصيل وسائقي اتوبيسات المدارس وعمال السيلز. هنروح دلوقتي ايه هو التاسك بتاعتنا، ايه الديفينيشن بتاعتنا. احنا محتاجين ننقل العربيه من ستارت بوينت لاند بوينت من غير اي تدخل مننا. طب ايه هي التشالنجز اللي بتقابلنا عشان نعمل السوليوشن ده؟ اول حاجه بالنسبه لنا السيفتي، ان احنا محتاجين العربيه تو بريدكت بروبل اكشنز في اي انفايرمنت تحت اي ابلايد داينامكس. ثاني حاجه ان تبقى ريل تايم، ان احنا نقدر نبروسس السنسور ريدنجز ريل تايم ونطلع الاكشنز ريل تايم، وحصل اي تغيير في الانفايرمنت نقدر نعمله نقدر نادبت عليه. ثالث حاجه بالنسبه لي ريدندنسي، ان يبقى عندي ريدندنت اركتكتشرز بحيث لو حصل فيلر في اي سنسور من السنسورز ما يبقاش عندي مشكله. رابع حاجه الكواليتي والريلابيلتي. طب ايه هي السوليوشنز بتاعتنا اللي احنا قلناها عشان نحل المشكله دي؟ اول حاجه ان احنا نستخدم تايم ديبندنت نيورال نتورك بدل ما نستخدم نتورك عاديه، وده عشان نستفيد من المعلومات بتاعه الباص. زي بالحقيقه ما احنا بنكون سايقين احنا مش بس بنعتمد في المعلوم في القرار بتاعنا على اللحظه اللي احنا فيها. ثاني حاجه السنسور فيوجن عشان ناتشيف ريدندنسي. ثالث حاجه بالنسبه لنا تبقى رينفورسمنت ليرنينج عشان يبقى نزود الاكيورسي وكمان ناتشيف جنراليزيشن. فاحنا زي ما احنا عارفين ان النيورال نتورك بتكون محتاجه داتا كتيره جدا ومحتاجه فاين تيوننج وبروبر تيستنج، وده يبقى صعب جدا نعمله في ريل لايف. فاحنا كنا محتاجين فيرتشوال سيميليتور، عشان كده احنا رحنا لكارلا سيميليتور. كارلا سيميليتور هو هاي كواليتي اوربن سيميليتور بيسبورت لوت اوف درايفنج داينامكس زي الكارز والبيدستيرنز وغيرها، وجواه ميني ويزرز كونديشن اند تاونز. طب ايه هي اول حاجه احنا عملناها؟ في داتا موجوده منشوره على جيت هاب من كارلا كمان. الداتا ديت هي عباره عن سنجل فريم، واحنا ومنشور عليها بيبرز، واحنا الفكره بتاعتنا هي معتمده على التايم ديبندنت نيورال نتورك. فاحنا كنا محتاجين نعمل كود يحول الداتا من سنجل فريم لسيناريو فريم عشان نقدر نشتغل بيها على نتورك. ودلوقتي احنا هنخش دلوقتي نتكلم على التايم ديبندنت نيورال نتورك. محمد عبد الحكيم هيبدا معانا فيها. زي ما قلنا احنا عندنا ثلاثه ابروتشز. اول ابروتش هو التايم ديبندنت. طيب احنا عايزين في الاول كده ندرس البروبلم بتاعتنا ونشوف شغل الناس اللي قبلنا. احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا عايزين نعمل كنترولر بيتراكت مع الانفايرمنت ديسكريت تايم ستيبس. كل ستيب تايم الكنترولر بيوصل اوبزرفيشن وبياخد اكشن معين. فالفكره ان من الليميتيشن نتوركس بتاعتنا اننا عايزين ميمك ان اكسبرت. طيب شغل بقى الناس اللي قبلنا دي النتوركس اللي احنا بنينا عليها معظم شغلنا. انتل عملت ببلش للاند تو اند نتوركس ديت في 2017. النتورك اللي على الشمال متقسمه ثلاثه انبوت موديولز، الايمج والميجرمنت والهاي ليفل كومن، وبرده النتورك اللي على اليمين بتاخد نفس الانبوتس، بس عندنا هنا الهاي ليفل كوماند اللي بيجي من الجي بي اس هو اللي بنحدد على اساسه انهي اوتبوت موديول هو اللي هيبرفورم الاكشن بتاعه. اول اركتكتشر في الابروتشز بتاعتنا احنا هنعمل في الابروتش الاولاني بتاع تايم ديبندنت هنشتغل على كذا اركتكتشر. اول اركتكتشر بيزد على ال 3 دي كوم زي ما احنا شايفين في النتورك. الفرق ما بين النتورك ديت والنتورك اللي هي الكونديشنر بتاعت انتل ان بدل ما كنا مدخلين سنجل ايمج دخلنا سيكونس بنسميه احنا سيناريو، وعشان بقى عندي سيكونس فبنستخدم ال 3 دي كوم.
طيب ايه الفرق بين ال2 دي كونف وال2 دي كونف وال3 دي كونف؟ في ال3 دي كونف بدل ما كنا بنستخدم 2 دايمنشنال فلتر، هنا هنستخدم فلتر 3 دايمنشنال، وبدل ما كان بيتحرك على الايمج بس هيبقى بيتحرك على الايمج وفي التايم. تاني انبوت موديول هو الميجرمنت نتورك، ودي بتاخد السبيد وبتطلع لنا منها الفيتشرز. بنعمل كونكاتينيت للفيتشر فيكتورز دول وبنديها للاوتبوت موديولز بتاع الكونديشنال اوتبوت موديولز بتاعتها اللي هم الليفت والرايت والفول والستريت، وبختار هاخد انهي كنترول سيجنالز اللي هم الستير والبريك والثروتل على اساس الهاي ليفل كوماند اللي هو كان جاي من الجي بي اس. اخر موديول عندي، اخر اوتبوت موديول هو بيحدد لي البريدكتد سبيد، وده بيدخل له الفيتشر فيكتور اللي كان جاي من الايمج بس عشان ما يبقاش بايزد من الكرنت سبيد. ودوت بنستخدمه ان احنا نفرص العربيه ان هي تتحرك لو جالي فولز. صبري بقى هيتكلم عن الباقي الاركتكتشرز اللي هي اول اركتكتشر من اس. حاجه استخدمناها عشان نكابتشر تايم ديبندنسي ان احنا نستخدم لونج شورت تيرم ميموري او ال اف تي ام. ال اف تي ام باختصار هي نوع من انواع النيورال نتوركس معموله علشان نقدر نبروباجيت الانفورميشن ثرو تايم. فمين ال اف تي ام؟ مكونه من 3 كومبوننتس. اول كومبوننت هو ده اللي بيديسايد يفورجيت او يكيب الباست انفورميشن. ثاني كومبوننت دوت هو اللي بيابديت السيل ستيت اللي هي بتشيل الانفورميشن اصلا ثرو تايم. والكومبوننت الاخيره خالص هي اللي بتطلع الاوتبوت من كل سيل ستيت ات ايتش تايم ستيب. اللي هيتغير عندنا في الاركتكتشر بتاعنا ان احنا بدل ما كنا بنستخدم 3 دي كونفولوشن هنرجع تاني نستخدم 2 دي كونفولوشن، بس هنريوز الفيتشر اكستراكشن نتورك دوت بعدد المالتيبل فريمز اللي عندنا او بعدد المالتي فريمز الموجوده في السيناريوز اللي عندنا. فهيطلع لنا فيتشر مابس، هندخل الفيتشر مابس دي على كل ال اس تي ام سيل، وهناخد الاوتبوت من اخر ال اس تي ام سيل خالص. ده اللي هنعمل له كونكاتينيشن مع الاوتبوت من الميجرمنت نتورك، وهندخله على فول كونكتد، والاوتبوت هناخده ونخرجه على الفور برانشد كلاسيفيكيشن موديولز بتاعتنا. بعد كده قلنا طب احنا ليه اصلا بناخد الاوتبوت من اخر سيل ستيت بس لما احنا ممكن ناخد الاوتبوت من كل ال ال اس تي ام سيلز الموجوده عندنا. ففكرنا ان احنا ندخل الاتنشن ميكانيزم مع ال اس تي ام. فشفنا الاتنشن ميكانيزم الموجوده ولقينا ان في اتنشن ميكانيزم اسمه بيهاندو. الاتنشن ميكانيزم ده باختصار هو بياخد الاوتبوت من او الفيتشر اوتبوت من كل ال اس تي ام سيلز وبيضرب كل واحد فيهم في رقم. الرقم دوت بيعبر قد ايه الفيتشر دي مهمه بالنسبه للاوتبوت الاخير. فباختصار احنا بنحاول نأتند الفيتشر اوتبوت الاخير خالص على كل البريفيوس فيتشر اوتبوتس، وبيطلع لنا سكورز. السكورز دي بناخدها ندخلها على سوفت ماكس لاير، فبيطلع لي ارقام ما بين الصفر والواحد، بالتالي اقدر اعمل ويت سام فاطلع فيتشر اوتبوت بيعبر عنهم كلهم، واكون كاتينيت الفيتشر اوتبوت دوت مع الفيتشر اوتبوت الاخير خالص، واخده ادخله اعمله بروباجيشن ثرو اوت النتورك. فاللي هيختلف عندنا في النتورك دي ان احنا هيبقى عندنا الاتنشن ميكانيزم الاوتبوت منه هيجيت كونكاتينيتد مع الميجرمنت نتورك اوتبوت، وهن بروباجيت الاوتبوت خالص للفور برانش نتورك اللي عندنا. دلوقتي عبد الله هيكلمنا على السنسور فيوجن اللي عملناه. طيب هو تاني حل احنا اخترناه ان احنا نعمل فيوجن ما بين اكتر من سنسور. طيب احنا اخترنا سنسور هو الليدار. الليدار ده نوع من انواع الليدار اللي موجود على اليمين، وهو بيلف 360 وبيجيب الاوبجكتس اللي موجوده في 360 درجه. طيب الليدار شغال ازاي؟ هو ببساطه هو بيميت لايت بولسز، ولو حصل ريفليكشن فيعرف ان في اوبجكت في المكان ده. طيب دلوقتي احنا جمعنا داتا جديده من الليدار والكاميرا. ليه عملنا كده؟ لان الداتا اللي كانت موجوده على جيت هاب كانت عباره عن ار جي بي بس احنا كنا عايزين كل انبوت يكون عباره عن ار جي بي وليدار. فبالتالي احنا كتبنا الاي بي اي اللي هو بيكولكت داتا من كارلا. استخدمنا شويه كونفيجريشن من الداتا سيت القديمه، زي مثلا البوزيشنز العربيه بتبدا فيها وتنتهي عندها، زي الشيب بتاع الايمج، وكمان زودنا كونفيجريشن للليدار زي مثلا الرينج بتاع الليدار، الروتيشن فريكوانسي والشانلز وهكذا. طيب دلوقتي دي ديستريبيوشن بتاعت الداتا بعد ما جمعناها. طبعا الفولو هو اللي اكتر حاجه لان ده بيحصل اكتر حاجه. طب احنا ليه اصلا عملنا فيوجن؟ عشان ناتشيف ريلابيليتي، ان احنا عايزين نحسن البرفورمانس لو اكتر من سنسور، وعايزين نعمل ريدندنسي، يعني لو سنسور حصل له فيلير ففي سنسور تاني تيك اوفر. افشنسي، لان الكاميرا بتدسميس الديبث انفورميشن. فمثلا لو في صوره في 3 دي وصورناها بالكاميرا، فباستخدام البروجكشن ماتريكس اللي موجوده في الكاميرا هتبروجكت 3 دي اوبجكت و 2 دي اوبجكت، فهترمي جزء من الديبث انفورميشن. فاحنا كنا عايزين نحصل على الديبث انفورميشن دي. طيب فالليدار ريدنجز او الميجرمنتس هي اسمها بوينت كلاود، بس في اكتر من ريبريزنتيشن ليها. فمثلا الرينج ايمج هي عباره عن بروجكشن على الزد اكسس والازموث اكسس في السلندر كان كوردينتس، فبيطلع الصوره اللي هي على الشمال دي. وفي ريبريزنتيشن ثاني اللي هو البيرتس اي فيو، ده عباره عن بروجكشن على الاكس واي بلين للعربيه. احنا هنستخدم الريبريزنتيشن ديت في النتورك بتاعتنا بعد كده. المشكله في الليدار داتا ان هي سبارس قوي. ليه هي سبارس؟ علشان في ليميتد ريزوليوشن، الليدار بيلف بستيبس، والستيبس دي في النص ممكن توقع قرايات،
وكمان ممكن يحصل لها interference incident light أو reflected light ممكن experience environmental interference بسبب مثلا مطر أو أي حاجة. فالداتا بتبقى مش صح قوي يعني. فاحنا ازاي نحل بقى المشكله دي؟ احنا عملنا فيوجن بطريقتين. اول حاجه هي السوبر فيوجن رينج لايدار ان ار جي بي، ثاني حاجه هي السوبر فوكسل. حليم هيكلمنا عن الاركتكتشر دي اكتر. طيب اول اركتكتشر هنتكلم عنه هو السوبر فيوجن. هنا انا عندي الانبوت هو الار جي بي ايمج والرينج ايمج والبيردز اي بي يو وكمان الاس بي. الرينج ايمج الار جي بي ايمج بتدخل على فيتشر اكستراكشن بورت نفس بتاع انتل زي ما اتكلمنا عنه قبل كده. طيب بالنسبه بقى للرينج ايمج والبيردز اي بيو بيدخلوا على فيتشر اكستراكشن بورت خاص بيهم وكل واحد فيهم بيديني فيتشر فيكتور بعمل لهم كونكاتينيشن وبدخلهم على الفولي كونكتد وبعد كده باخد الاوتبوت ده كله الاوتبوت برده بتاع الميجرمنت نتورك وبعمل له كونكاتينيشن ونفس الكلام برده بوديه على الاوتبوت موديولز بتاعتي اللي هم الليفت والرايت والفولو والستريت وبرده بختار انهي كنترول سيجنالز هاخدها بيزد على الهاي ليفل كوماند اللي جاي من الجي بي اس ونفس الكلام برده هينفورس لو العربيه جالها فولس بريك عن طريق الموديول بتاع البريدكتد سبيد. ده فيديو العربيه وهي ماشيه. اللي قدامنا دوت هم الانبوتس بتاعتنا اللي هي البوينت كلاود الرينج ايمج والار جي بي ايمج واللي في النص ديت الهيت ماب. الهيت ماب هي يعني ايه؟ يعني انا عملت باك بروباجيشن على النتورك بالاوتبوت بتاعي وشفت شكل الاكسايتيشن اللي موجود في الويت سبيد. هنا اللي قدامي دوت ده اسوء ويزر في كارلا وزي ما يعني احنا شايفين هنا في الار جي بي ايمج هو تقريبا مش عارف يديكت هو هيمشي فين بس في نفس الوقت هي العربيه بتعرفها تمشي تمام كويس ان هي عندها الجيومتري جاي من البيرس اي في. برضو احنا عندنا هنا في الابروتش دوت حبه ليميتيشنز. الليميتيشنز ديت زي البروجكشن والريزولوشن. طب هو ايه البروجكشن؟ احنا قلنا ان احنا بنجيب الرينج ايمج واحنا بنجيب الرينج ايمج والبيرس اي في بنضطر نعمل بروجكشن. طب واحنا بنعمل بروجكشن بيبقى عندنا في نقط فوق بعض فبضطر ان انا اخد نقطه واحده بس بيزد على كرايتيريا احنا محددينها زي مثلا في رينج ايمج انا باخد النقطه الار. برضو عندي الابروتش الليميتيشن الثاني هو الريزوليوشن اللي هو المربع دوت اقدر اقسمه لمربعات اصغر. ثاني عشان بقى نزود الانفورميشن استخدمنا فيتشر اكستراكشن بول من نتورك مشهوره في البرسبشن اسمها فوكسل نت. طب عملنا ايه هنا؟ هنا احنا قسمنا السبيس بتاعي لمكعبات صغيره كل مكعب جواه حبه بوينتس هناخد البوينتس ديت كسيكونس وندخلها للنتورك بتاعتي. طيب هنتكلم بقى عن الفيتشر اكستراكشن بورد. هنا احنا قلنا سيكونس زي ما اتكلمنا في السي دي كومب قبل كده ان انا لو عندي سيكونس بدل ما كنت بستعمل 2 دي كومب هستعمل سي دي كومب. نفس الكلام هنا هيحصل هاخد هستعمل السي دي كومب وبعد كده هعمل سكاتر في السبيس بتاعي عشان يوزع لي الدنيا على البوينت كلاود ونفس الكلام هيديني فيتشر فيكتور هعمل له كونكاتينيشن وهكمل النتورك زي ما هي. طيب احنا عندنا في البوكسل نت هنا في هايبر بارامترز مهمه جدا هي البوكسل سايز. لو البوكسل سايز كان صغير فهضطر ان انا اعمل كومبيتيشن كتير. طب لو كان البوكسل سايز كان كبير فانا هيكون عندي نقط كتير هتطير مني. طيب لو برده نفس الكلام ان انا بختار عدد بوينتس معين جوه البوكسل. طيب لو عدد البوينتس دوت كان صغير فانا هشيل هنجلكت بوينتس كتير. طب لو كان كبير هضطر ان انا عشان اساوي البوينتس البوكسلز كلها هضطر ان انا ابات زيروز كتير. ويوسف بقى هيكلمنا عن البنش مارك والنتائج بتاعت الليميتيشن مودلز دي. تمام. احنا دلوقتي كنا محتاجين نشوف نعمل بنش مارك للاركتكشرز بتاعتنا ونشوف هل السوليوشنز اللي احنا طرحناها دي حسنت الاكيورسي ولا لا. فكان في بنش مارك في بنش ماركس موجوده لكارلا 8 منشوره من انتل بس هي كانت شغاله على السنجل فريم. احنا بنينا عليها الفريم ورك بتاعنا بنفس الكونفجريشنز بنفس كل حاجه بحيث انها تشتغل في الثلاث كيسز الكيس بتاعت السيناريو فريم في انبوت او لايدار بس او في حاله السنسور فيوجن. الاكسبيرمنت احنا شغالين عليه كورلا 2017 اكسبيرمنت هي بتتكون من اربع تاسكات ستريت وسنجل تيرن ونافيجيشن من غير داينامكس ونافيجيشن بداينامكس. كل واحده منهم بتتكرر 25 مره وبتتعاد 6 different user conditions منهم 4 للتريننج و2 للتست. اول نتورك احنا عملنا لها بنش مارك كانت هي ال STM attention عند ايبوك رقم 70. فلقينا ان النتورك كويسه مقارنه بانتل في الستريت والسنجل تيرن بس عندها مشاكل في النافيجيشن من غير داينامكس والنافيجيشن بداينامكس. قلنا نشوف ايه هي المشاكل ديت ونحاول نحلها لان عندها مشكلتين. اول مشكله ان هي عندها مشاكل لما تيجي تيرن ليفت ومشكله ثانيه ان هي بتستوب ورا العربيات لما يكون في دايناميك في الانفايرمنت. فكان ايه البروبوز سوليوشنز بتاعتنا ان احنا اول حاجه نزود اوبتمايزيشن في الليفت برانش نزود باتش نورماليزيشن وريجريشن بعد كل اللايرز نديوس النتورك كومبلكس نستخدم 4 فريمز بدل 8 في السيناريو فريمز نعمل ابسامبلنج عند الانترسكشن. طب ليه ابسامبلنج عند الانترسكشن؟ ان احنا جينا نشوف الداتا نعمل فيو الانفو بتاعتها لان الداتا عندنا
قليله جدا في الليفت والرايت، هي انبالانسد. كان قدامنا حلين، حل ان احنا يا اما نجمع ديت وكده احنا هنفيوتش الرولز ما نقدرش نقارن بانتل وفيبر بتاعتهم، الحل التاني احنا نحاول ندور على حل. فجاي نعمل فيو سامبلز من الداتا، لان من الداتا الهاي ليفل كوماند بيجي من بعيد جدا، زي في الجي بي اس عندنا لما احنا نكون بنستخدم الموبايل بيجي لنا من بعيد ان احنا هنخش رايت او هنخش ليفت، فالنتورك بتبتدي تراك الفيت الرايت او بتاعت الليفت من بدري. كان الحل بتاعنا ان احنا نيجي على اخر قطعه، على اخر جزء اللي عند الانترسكشن نفوكس عليه ونزود اوجمنتيشن تكنيكس مختلفه وكده، النتورك هتشوف ديت كانها انبوت جديد، بس فعليا هي مش انبوت جديد، احنا كده ما عملناش هشوفها كانبوت جديد بس هي مش داتا جديده، احنا كده ما عملناش بيولوت للرولز واحنا كده نقدر نقارن بانتل. بعد ما عملنا التغييرات ديت واحنا عملنا بنش مارك للثري دي كونفوليوشن عند ايبك رقم 90، لقينا ان احنا عندنا هنا على الاكس اكسس هنا التاسك بتاعتنا او على الواي اكسس السكور، احنا الاحمر وانتل الاخضر، ودي التريننج كونديشنز والتيست كونديشنز، فان احنا اعلى منهم في 13 كيس من 16، فدي كانت نتيجه كويسه بس برضو دي مش احسن حاجه، فقلنا نروح نشوف برضو ايه هي المشاكل اللي عندنا ونحاول نحلها. فهنا عندنا مشاكل من ثلاث حاجات، اول مشكله في المطر لما يكون مطر مع شمس، ثاني مشكله في الضوء العالي لما يكون فيه انعكاسات مع برضو مع لما يكون في ميه في الارض، ثالث مشكله لما يكون عندي ظله بتمنع بعض الحركه. فكان الحل اللي عندنا ان احنا نزود اوجمنتيشن بتكنيكس اكتر، وفي الاخر دي هي الريزلتس بتاعتنا بتاعت كل الاركتكتشرز بتاعتنا مقارنه بانتل. فزي ما احنا شايفين هي اقل حاجه عندنا النتورك لما تكون ماشيه باللايدار فقط، لان هو ما عنديش الانفورميشن اللي الكاميرا بتديها لي، واعلى ريزلتس جايه لي هي الريزلتس بتاعت هي الريزلتس بتاعت السنسور فيوجن وبتاعت التايم ديبندنت نيورال نتورك. بس هي الكومبارزون هنا مش فير كومبارزون قوي، لان احنا مجمعين داتا في حاله السنسور فيوجن بس احنا جمعناها زي ما عبد الله قال بنفس الكونفيجريشنز بالظبط بتاعت انتل، خدنا نفس البوزز بنفس كل حاجه بنفس عدد الابسودز بنفس عدد الداتا، فهي يعتبر هي نفس الداتا بس احنا جمعنا احنا عشان خاطر ندخل صور الليدار بتاعتنا. ودلوقتي بقى احنا هنموف فورورد للار ال عشان اتشيف جنراليزيشن والاونلاين ونقدر نستفيد من الاونلاين ليرنينج ونحقق اكيورسي عاليه، وهيكلمنا دلوقتي على الداتا اللي عبد الله السعيد. طيب تالت حاجه احنا فكرنا نعملها هو reinforcement learning. احنا ليه اصلا بنعمل deep reinforcement learning؟ علشان في infinite possible states ممكن العربيه تكسبيرينس يعني في الانفايرمنت، ال ار ال بي بيك كومبلكس اكشن بيزد على كذا فاكتور جنرالايزد اكتر لانه بيكسبيرينس ستيت اكتر في الانفايرمنت، وكمان بنستخدم الديب ليرنينج جوه ال ار ال عشان هو كويس في المابنج من الانبوت للاوتبوت. طيب البروبلم بتاعتنا عباره عن ايه؟ عن ان احنا عندنا ايجنت، الايجنت ده هو العربيه والموديل، وفي انفايرمنت بينتراكت معاها اللي هو كارلا. الانفايرمنت بترد على الايجنت ريورد، الريورد ده عباره عن رقم، لو عمل حاجه وحشه فبتقول له مثلا نيجاتيف 200 ده معناه انت عملت حاجه وحشه، ولو عمل حاجه كويسه بيديله بوزيتيف. حاجه كمان هي الستيت، الستيت دي عباره عن الانبوت من السنسورز وشويه ريدنج زي السبيد والبوزيشن. فاحنا هنعرف شويه بارامترز بس عشان نعرف نفورميليت يعني البروبلم بتاعتنا. ان اول حاجه في حاجه اسمها ديسكاونتد كيوميوليتيف ريورد، دي عباره عن الريورد في كل التايم ستيبس اللي جايه قدام. تاني حاجه هو حاجه اسمها الستيت فاليو فانكشن، الستيت فاليو فانكشن دي جيفن ان في بوليسي الايجنت ده بيتبع طريقه ما في التحرك، وانا واقف عند ستيت دلوقتي معينه، هل اقدر ان انا ادي رقم او فاليو او سكور للستيت اللي انا فيها دي تقول لي قد ايه الستيت دي كويسه ولا وحشه؟ فهي دي الستيت فاليو فانكشن، هي عباره عن اكسبكتد ديسكاونتد كيوميوليتيف ريورد جيفن ان انا واقف في ستيت معينه، فهو عباره عن رقم بيعبر قد ايه الستيت دي كويسه. ثالث حاجه هو الستيت اكشن فاليو، هي بالظبط نفس الستيت فاليو فانكشن بس الفرق ان هي عند كل ستيت ممكن اخد اكتر من اكشن، فهي بتعرفني الكومباينيشن ما بين الستيت اللي انا واقف فيها، ولو اخترت الاكشن الفلانيه انا قد ايه كويس او قد ايه وحش. رابع حاجه هي البوليسي، البوليسي هي عباره عن البيهيفير للايجنت اللي هو بيستخدمه ان هو يماب من الاوبزرفيشن او الستيت للاكشن، باي ديستريبيوشن اوفر اكشن. طيب الموديل فري ار ال الجوريزمز بقى هم بيتقسموا جزئين، ممكن نجيب في بوليسي بيست اللي هو على طول بيجيب البوليسي بيماب من الانبوت للاكشنز على طول، او الفاليو بيست اللي هو بيتعلم ازاي يحط فاليو لكل ستيت. فدي تو ابروتش. طب احنا ازاي مثلا ازاي بنابديت كمثال يعني ازاي بنابديت مثلا الفاليو فانكشن؟ في الجوريزم اسمه التمبرال ديفرنس بيقول ان انت عند كل تايم ستيب كل اللي هتعمله ان انت هتغير شويه فيها، هتغير بالفرق ما بين البريدكتد فاليو والريل فاليو بتاعه الستيت اللي انت واقف فيها، فده بيسموه تي دي ايرور. طبعا مش هنخش في تفاصيل الماث لانها كتيره. فالاوفر فيو دلوقتي ان احنا عندنا انتراكشن مع الانفايرمنت، هنحاول نجيب الفاليو فانكشن وبعد كده هنحاول نجيب منه ايه الاوبتيمم بوليسي فانكشن. فسواء احنا استخدمنا بوليسي ابروكسيميشن او فاليو ابروكسيميشن في كل الاحوال احنا هنستخدم النيورال نتورك. ليه النيورال نتورك؟ عشان هي بيسموها يونيفرسال فانكشن ابروكسيميتور، تقدر تابروكسيميت من انبوت لاي اوتبوت. فسواء احنا هنعمل بوليسي هنخليها تماب للبوليسي، او ستيت فاليو هنخليها برضو تماب للستيت فاليو او ستيت اكشن فاليو.
طيب في الجوريزم بقى اسمه الاكتور كريتيك، هو ببساطه عباره عن ايه؟ دلوقتي هم قال لك احنا محتاجين البوليسي ان هو بياكت او بياخد قرارات، وكمان محتاجين الفاليو لانه بيقول لي قد ايه الستيت اللي انا واقف فيها دي كويسه، فهنكومباين الاثنين دول مع بعض في الاكتور كريتيك. فالاكتور هو البوليسي بيزد والكريتيك هو الفاليو بيزد. فببساطه اللي هيحصل ان الاكتور هياخد اكشن في الانفايرمنت حتى لو كانت سيئه، الانفايرمنت هترد عليه بريورد وستيت، الكريتيك هيشوف قد ايه الاكشن اللي خده الاكتور ده حلو ولا وحش فهيكريتسايز عليه، الاكتور هيحسن البوليسي بتاعته في الايتريشن الجايه وهيبرفورم بيتر في الايتريشن الجايه. فالاكتور والكريتيك بيقعدوا يعلموا بعض ان هم الاثنين يتحسنوا مع بعض بعد الايتريشنز. طيب فاول حاجه احنا عملناها امبلمنتيشن هو الديب ديترمينستيك بوليسي جريدينت او الدي دي بي جي، هو بالظبط زي الاكتور كريتيك بس في فرق بسيط ان هم اربعه نتوركس مش اثنين نتوركس، في اكتور تارجت وكريتيك تارجت. الهدف من التو نتوركس الزياده دولت ان هم يستبلايز الليرنينج شويه عن الاكتور كريتيك العادي. بس المشكله ان احنا بعد ما عملنا امبلمنتيشن دوت كان في مشكلتين الحقيقه. اول مشكله انه الدي دي بي جي السامبل بتاعه مش افيشنت، يعني ما بيعرفش يطلع انفورميشن كفايه من السامبل اللي بيشوفها. تاني حاجه ان هو طبعا اربعه نتوركس، فاربعه نتوركس دول خدوا ميموري كتير قوي وكان انتراكشن بطيء. فالحل بقى ان احنا رجعنا لفاليو نصحونا ان احنا نستخدم ديسكريت اكشن سبيس بحيث ان احنا نبسط البروبلم شويه ما تبقاش كونتينوس، وكمان نصحونا ان احنا نستخدم نيرفانا او فريم ورك عشان هو يبقى اوبتمايز احسن شويه. فاستخدمنا نيرفانا وفريم ورك من انتل، استخدمنا الرينبو الجوريثم عشان هو ستيبل اكتر وكمان بيكومباين الادفانتج بتاعت الالجوريثم اللي فاتت وهو طبعا ديسكريت، وكمان السامبل بتاعه افيشنت يعني الداتا اللي بياخدها بيعرف يطلع منها انفورميشن كويسه. فلما شغلنا الالجوريثم دوت اللي حصل ان هو كان بيتعلم كويس ان هو يمشي قدام، وكان لسه مش عارف يتعلم ان هو يلف يعني، بس المشكله ان هو كان بيقف بعد يومين، كان بيكراش، كان هو بيفضل واقف مكانه. فده معناها ان احنا محتاجين نغير في الريورد فانكشن، نعمل لها شيبنج، وكمان محتاجين نزود الاكسبلوريشن بوليسي عشان يعرف يكسبلور اكتر. تاني حاجه ان هو بيكراش بعد 8 ساعات، ده بسبب ان هو بيملى الميموري. فكان في حل بقى احنا لازم نفكر فيه، فصبري هيتكلم عن الحلول اللي احنا عملناها في الجزء ده. يعني الكلام ده حصل كله وقت الكوفيد 19، فساعتها ما كناش بنقدر ننزل الكليه، فكرنا ازاي ان احنا نحاول نسرع عمليه الكونفرجنس او الليرنينج بدون ما نحتاج نعمل الورد شيبنج كتير. فروحنا شفنا ايه الطرق اللي الناس بتستخدمها علشان تسرع الريفورسمنت ليرنينج، لان في ناس بتانتجريت الايميتشال ليرنينج مع الريفورسمنت ليرنينج. فلقينا بيبر مشهور قوي اسمها دي كيو ليرنينج فروم ديمونستريشن، واسمها كده عشان هم بيستخدموا الكيو ليرنينج كان ريفورسمنت ليرنينج الجوريثم او دبل دي كيو ليرنينج، وهي بيبر قويه جدا انتروديوست باي جوجل ديب مايند. الفكره ببساطه ان احنا عايزين يبقى معانا سوبرفايز لوس مع رينفورسمنت لوس. فزي ما عبد الله اتكلمنا على الاكشن فاليو فانكشن، احنا نفسنا نوصل للاوبتيمال اكشن فاليو فانكشن عشان نعرف ناخد اكشنز صح. فبجانب الرينفورسمنت لوس العاديه بتاعه الدي دي كيو ان، هيكون معانا لوس ثانيه اسمها السوبرفايز لوس او الاكسبرت لوس. هي ببساطه احنا بنحاول نخلي النتورك تطلع الاكشن فاليو فانكشن اللي المفروض كانت تطلعها، لان احنا معانا الاكسبرت اكشن اي دوت هو الاكسبرت اكشن اللي احنا معانا الداتا سيت اللي هي بروفايدد باي انتل. فاحنا كده قدرنا ان احنا نكومباين الاثنين مع بعض، واللوس اللي احنا بنحاول نعملها مينيمايزيشن التوتال هي مجموعة التولوسز دول عشان لازم السوبرفايز لوست اوبي رولز بتاعه الريفورسمنت لوست. فده في الاخر خالص ده الفاينل سوفت وير دايجرام بتاعنا. احنا عندنا الاكتور بتاعنا دي دي كيو ان خلاص استخدمناه دلوقتي وسيبنا الريمبو، عندنا التو لوسز السوبرفايز لوست والار ال لوست بننتراكت مع الانفايرمنت عادي through some exploration policy. الداتا اللي بناخدها بنخزنها على الديسك سبيس دلوقتي مش بنخزنها في الرام، ومعانا الديمونستريشن داتا بتاعت انتل. المشكله الثانيه اللي عبد الله اتكلم عليها هي ان بعد 8 ساعات كان الكود بيكراش علشان الرام كانت بتتملي او البفر كان بيتملي على الاخر، بيتملي حوالي 8000 صوره. فاحنا دلوقتي فكرنا ازاي نعمل كاشنج ميثود جديده بين الديسك وبين الرام. الريبلي بافر هو برايورتايز اكسبيرينس ريبلي بافر، يعني بيعتمد على البرايورتيز بتاعت السامبلز. فاحنا دلوقتي قسمنا البفر دوت للاثنين، اونلاين بافر واوفلاين بافر. الأوفلاين بافر دوت هو بافر كبير جدا، هو شايل بس اسامي الداتا الموجوده على الديسك وشايل البريورتيز بتاعتها. وعندنا اونلاين بافر ده بافر على قد الرام، ايا كان بقى الرام قد ايه هو بافر على قد الرام. احنا بنسامبل بقى او بنريلود الاونلاين بافر دوت من الاوفلاين بافر كل شويه. فاحنا دلوقتي كده حافظنا على الفكره بتاعه البريورتيز اكسبيرينس ريبلاي بافر، ونقدر نشغل الكود بتاعنا على اي رام. البريوريتي ريبلاي بافرز باختصار، احنا لازم كل سامبل عندنا يكون ليها بريوريتي. البريوريتي دي بتبقى عباره عن تي دي ايرور، لو التي دي ايرور دوت عالي فمعنى كده النتورك محتاجه تشوف السامبل دي كتير علشان تقدر تتعلم منها كويس، ان هي مش عارف تطلع الاكشن عندها كويس. فالبريوريتيز كلها بتاعت السامبلز كلها ممكن نبص لها في شكل بروبابيلتي ديستريبيوشن، واحنا بنحاول نسامبل من البروبابيلتي ديستريبيوشن دوت مين باتش كل تايم ستيب علشان نقدر نعلم الموديل بتاعنا. بس احنا محتاجين نخزن الداتا بتاعتنا في داتا ستراكشر كويسه بحيث ان هي تحلنا ان احنا نعمل سامبلنج بريوريتي ابديت
بسرعه علشان الانتراكشن بروسيس تكون بسرعه. فالداتا ستراكشر اللي حققت الموضوع دوت هي كانت السام تري، لان هي خلتنا نقدر نعمل سامبلنج وبريوريتي ابديت في فيجو اوف لوج ان تايم. بعد كده رحنا استخدمنا بقى الكونديشنال نتورك بتاعت انتل عادي جوه الدي دي كيو ان، وبدانا نشوف بقى هنتون الهايبر بارامترز بتاعتها ازاي. الكلام دوت حصل قبل الامتحانات بتاعتنا بحوالي اسبوعين. بدانا نقوم الكود، بدانا نترين الار ال الجوريزم بتاعنا ونتون الهايبر بارامترز بتاعتنا. بس بعد ما اتكلمنا فاليو في الوقت دوت قالوا لنا احنا محتاجين الاول نبروف الكونسبت بتاع الفكره على بروبلم سيمبل شويه. فروحنا جبنا كارت كول بروبلم، هي اتاري بروبلم، وشلنا النتورك اللي كانت موجوده الكونديشنال، وحطينا نتورك بسيطه تو فولي كونكتد ورا بعض، وقومنا الكود دوت على الكارت بول بروبلم اللي هي السامبل اتاري بروبلم الصغيره دي. فده الليرنينج بيهافير اللي طلع لنا، اللي بالاحمر دوت هو الكيرف بتاع الدي كيو اف دي او الدي كيو ليرنينج فروم ديمونستريشن، وبالازرق دوت هو الدي كيو ان العادي بدون اي سوبرفايز لوس. فكليرلي واضح ان الفكره بتاعت الدي كيو اف دي بتسرع الليرنينج كتير جدا، وكمان بتخلي الالجوريثم يوصل لريوردز او سكورز او ريتيرنز اعلى بكتير. فاحنا في النهايه خالص قدرنا ان احنا نعمل البروف اوف كونسبت، وقدرنا كمان ان احنا نطلع استيميتد فاليوز للهايبر بارامترز بتاعتنا. ناقص بس ان احنا نقوم الكود دوت، علشان ساعتها كان فتره امتحانات فما قدرناش ان احنا نقوم الكود يعني. ومفروض ان شاء الله الريزلتس برضو نعملها بنش ماركينج زي ما عملنا بنش ماركينج ليميتيشن والفيوجن نتوركس. ان كونكلوجن احنا الكونتريبيوشن ساعتنا سمرايز اس فولوز: احنا عندنا تايم ديبندنت نيورال نتورك قدرت ان هي تحقق اكيورسي اعلى وجنراليزيشن احسن في النيو درايفنج سيناريوز او النيو تاونز. السنسور فيوجن حقق لنا ريدندنسي وبرده اكيورسي اعلى كمان من التايم ديبندنت نيورال نتوركس. المفروض الانفورسمنت ليرنينج هيحقق اونلاين ليرنينج، وطبعا دوت هيخلي الدرايفنج مور سيف، وكمان فكره البفر بتحقق كوست افكتيف ديبلويمنت. الفيوتشر ورك اللي احنا ممكن يتعمل على المشروع بتاعنا: ممكن نجرب ترانسفورمرز مكان ال STM، ان كل الاتنشن دلوقتي شغال بترانسفورمرز. ممكن كمان نستخدم جانز عشان نبريدكت الفيوتشر ستيتس بدل ما كنا بنستخدم بس الباست ستيتس في التايم ديبندنت نيورال نتورك. ممكن نستخدم السلف سوبرفايزد ليرنينج عشان نعمل نفس الحكايه. ممكن نتراي الستيت اوف ذا ارت رينفورسمنت ليرنينج الجوريزمز الموجوده زي الرينبو بس في الكونتكست بتاع الدي كيو اف دي. محتاجين كمان ان احنا يعني نفاين تيون المودلز بتاعتنا دي على ريل لايف داتا سيتس علشان العربيه تنزل في الحقيقه. وممكن كمان نستخدم بقى اللايدار اند تو اند نتوركس الببلش السنه دي في كونفرنسز زي سي في بي ار واي سي ام ال. في الاخر خالص احنا وي هايلي ريكومند الاتي: لازم اي حد هيشتغل في الماشين ليرنينج او في البروبلم دي بالذات يتبع التيبس اند تريكس بتاعت التريننج للديب ليرنينج، وكمان وسبيشالي كمان يتبع التيبس اند تريكس بتاعت الديب ريفورسمنت ليرنينج عشان التريننج بتاعه تريكي جدا جدا جدا. فلازم ناخد يعني نتابع الخبرات بتاعت الناس اللي اشتغلت خصوصا ديب مايند. واخر حاجه خالص احنا بنريكومند ان محدش ابدا يستخدم كيرلس علشان هو هاي ليفل اي بي اي جدا. فاحنا لما الشغل بتاعنا كتر ما كنا محتاجين مور بريفليجز وما قدرناش نلاقيها، فروحنا نستخدم بقى بيور تنسور فلو او ممكن نستخدم تنسور فلو 2.2. بس احنا استخدمنا يعني في الريفورسمنت ليرنينج استخدمنا بيور تنسور فلو 1.15. بس كده، شكرا. شكرا جدا يا شباب. طبعا يعني برافو عليكم برضو، زي ما بقول زمايلكم كان نفسنا يبقى في تسقيف دلوقتي بس ما فيش. تمام. فطبعا احنا معانا دلوقتي دكتور حنان، ومعانا دكتور احمد مديان، ودكتور محمد عبد الغني، ودكتور محمد سعيد. تمام. ودكتور احنا بس حابين ناكد ان احنا شغالين برضو تحت اشراف حضرتك دكتور حنان ودكتور سماح على اثنين بيبرز للريزلتس بتاعت الايميتيشن وبتاعت السنسور فيوجن. ان شاء الله. ان شاء الله نعملهم. تمام. ان شاء الله. It's not an option anyways. طيب دكتور حنان، برافو عليهم. يعني انا بصراحه فخوره بشغلهم جدا. انا فكرت معاهم اكتر من ميتنج مع ديل، ويمكن اخر ميتنج بس هو اللي انا ما حضرتوش، والجزء الاخير ده اول مره اشوفه النهارده. هم بصراحه شغلهم يعني عاجبني وممتاز جدا، وشغل السنسور فيوجن ده شغل سيرش يعني، وعملوا فيه مجهود كبير. فأنا بصراحة يعني بقول لهم برافو برافو. والشغل لسه ممكن يبقى اكسيدنتد في جروبس تانية إن شاء الله. حتى هم لما بدأوا كانوا برضو ابتدوا من مشروع السنة اللي فاتت اللي هو كان معايا، فهم عندهم حاجات كتيرة قوي فيوتشر ورك، ممكن يبقى في جروبس تانية شغالة معاها، وإن شاء الله يعني إيه يبقى في إمكانيات أكتر كمان من ناحية الجي بي يوز، بحيث ان الطلب يقدر يطلع نتائج احسن. دكتور حسن عارف طبعا الكلام ده ان شاء الله. ان شاء الله. اللهم صل على النبي. طيب حضرتك تحب تسليهم في حاجه معينه ولا نخلي الشباب بقى يسالوهم؟ تمام. الاكس طب خليهم يسالوهم. انا سالتهم قبل. دكتور احمد مديان اتفضل. شكرا دكتور حسن. وشكرا
ممكن ابص على تحتيه؟ تمام. انتوا البنش مارك ده ديفايند اوريدي صح؟ انت بس جاست بتابلاي البنش مارك على السيستم بتاعك صح؟ البنش مارك موجود بس موجود بالتفاصيل بتاعته، بس التفاصيل بتاعته دي كانت موجوده احنا استخدمناها هي هي، بس بدل ما كان الكود اللي موجود كان بيشتغل على سنجل فريم احنا كتبنا الكود بتاعنا، الكود بتاعنا بس بنفس الكونفيجريشنز بنفس البنش مارك بنفس الطريقه بنفس البوزز بنفس الويزر كونديشنز بنفس كل حاجه من الحاجات اللي كانت موجوده قبل كده. فيعني تفاصيل اكتر للبنش مارك، واحنا البنش مارك عندنا في تو تاونز في كارلو، في منهم تاون اللي هي تاون 1 دي التاون اللي متجمع منها الداتا بنعتبرها تريننج تاون، وفي تاون 2 دي بنعتبرها تيست تاون دي التاون اللي مش متجمع منها الداتا، وفي عندي 6 ويزرز كونديشنز مختلفه، اربعه منهم معلش الصوت بيقطع، انا اسف مش عارف بيقطع عني، هو غالبا من عندك يا دكتور احمد قفا، هو يعيد تاني ممكن يعني. طب انا اسف انا ممكن اعيد تاني لا خلاص ماشي كمل. حضرتك هي كارلا فيها تو تاونز، في تاون 1 دي اللي متجمع منها الداتا، وتاون 2 دي تاون للتست، وكمان فيها اكتر من 14 ويزر كونديشن، بس هم في البنش مارك شغالين على 6 منهم، 4 هم اللي متجمع عليهم الداتا واثنين منهم للتست. فاحنا عملنا البنش مارك الموجود للاستراكشر بتاعته موجوده باربع طرق. اول حاجه بنستخدم تاون 1 اللي موجوده مع الويزر كونديشنز، ثاني حاجه بنستخدم تاون 1 مع التست ويزرز الجديده، ثاني حاجه بنستخدم تاون 2 اللي هي العربيه ما شفتهاش قبل كده مع التريننج ويزر، تاني حاجة بنستخدم تاون 2 مع التست ويزرز اللي هي بتكون ما شافتش أي حاجة، لا شافت التاون ولا شافت الويزر قبل كده. كويس. احنا شغالين على دي البنش مارك اللي منشورة في البيبر بتاعة انتل، احنا عملنا ستيك للبيبر واشتغلنا عليه. جميل قوي جميل. يعني الحاجة التانية اللي يمكن ما أنا عاوز أسأل عليها إيه الليميتيشنز بتاعة السيستم؟ الليميتيشنز بتاعة الرينج ايمج والبيرد اي في. الرينج ايه سوري؟ الرينج ايمج. طب هات اسمه ايه؟ سنسور فيوجن. في السنسور فيوجن احنا بتاع السنسور احنا عندنا طريقتين. فالطريقه الاولانيه هي ان انا بعمل بروجكشن في تو بلينز، يعني انا عندي هي البوينت كلاود عباره عن 3 دي، فانا بعمل بروجكشن في تو بلينز وباخد كل واحده كانها صوره اطلع منها الفيتشرز. فانا وانا بعمل بروجكشن بمس انفورميشن، فدي تعتبر ليميتيشن بالنسبه لي. تمام. هو ده كان قصدي حضرتك بالليميتيشن للسيستم ولا لا؟ لا انا كان قصدي يعني هو انت جيت على الحته بتاعه السوبر فيوجن نت ليميتيشن، انا كان قصدي ليميتيشن فور اوفرول سيستم بيزد على يعني مثلا بس يعني ده جزء من الليميتيشن، بس انا اقصد بقيت بقى يعني ده جزء من الليميتيشن بس ده ممكن حله انك تحاول تزود شويه في البارت بتاع ريزوليوشن وانت شغال، فممكن تحسن شويه في البرفورمانس، وبعدين هي على حسب الريكويرمنت طبعا بتاع الريزوليوشن انت عاوزه قد ايه علشان تحقق البارت. لكن هل في ليميتيشن ثانيه للسيستم اوفرول؟ هو اكيد بدل هو في هنا بنيورال هو اقدر هو في هنا ليميتيشن بالنسبه للبروجكشن دي، انا مش هقدر اتفاداها. انا هقدر اتفادى بتاعه الريزوليوشن ممكن، بس بتاعه البروجكشن مش هقدر اتفاداها، لان بيبقى عندي بوينتس فوق بعض انا بضطر اختار منها نقطه واحده بس، بوينت واحده بس. ماشي. ممكن يكون في ليميتيشن تاني ان احنا برضو شغالين اند تو اند، فطبعا احنا محتاجين داتا سيتس كتير قوي علشان نكفر كل الستيت سبيس، يعني طبعا ده ليميتيشن كبير جدا. احنا محتاجين نمشي العربيه كتير قوي في حتت كتير جدا عشان فعلا ما تغلطش، لان الديب ليرنينج كده كده هيغلط لازم. تمام. فطبعا ده ليميتيشن. فاحنا الكونتريبيوشن ساعتنا احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نزود الاكيرسي بتاعه المودلز، نحاول ناتشيف جنراليزيشن بداتا سيتس قليله. فطبعا لو قدرنا نعمل كده وقدرنا نحقق ان في نتورك بتقدر تعمل ده بشكل كويس، لو كترنا الداتا ده امبليسيتلي هيخلي لو احنا عملنا تريننج داتا اكتر الموضوع احسن واحسن. انا حابب بس اضيف حاجه كمان، ان هو عندنا ليميتيشن في الهاردوير كمان، يعني احنا هدفنا ان يكون في ريل تايم ريسبونس، يعني العربيه ماشيه لازم ايه تكون سريع جدا. فمثلا النت بوكس النت كانت صعبه حتى في التريننج، كان فيها بارامترز كتير، فاحنا هدفنا برضو ان احنا مش عايزين نتورك كومبلكس قوي عشان ما تبقاش بطيئه في الهاردوير كمان. كان في اقتراح ان احنا نستخدم 2 جي بي يوز وكل جي بي يو يكون فيه نتورك وحاجات زي كده، بس ايه ما خدناش فيه برضو قوي يعني الفتره دي. تمام. يعني انت تعمل سام سورت اوف يعني انك انت ديستريبيوت التاسكس شويه، ادي البارت كله، بس يعني ميبي ان جنرال احنا اوريدي حققنا التارجت يعني. بالظبط. تمام. وانا ملاحظ ان اغلب المشاريع رايحه ناحيه الجزء الاوبتمايزيشن والديب ليرنينج
مش عارف دكتور حسن برضو النهارده بس النهارده بس هقول لك يوم واحد المشروعين كوميونيكيشن وديجيتال امبلمنتيشن تمام تمام. لا طبعا هو الشغل انا بالنسبه لي الشغل كويس وريدي واضح المجهود المبذول فيه والريزلتس اللي طالعه طبعا يعني ايه حته مثلا انا يعني حته بس لفتت نظري حته الترانسفورم انت عاوز تروح لانك انت تعمل سام سورت اوف انك تعمل ترانسفورميشن بدل ال اس صح ترانسفورمرز طب يعني هل دي فيها يعني ايه البرفورمانس اللي انت متوقعه لما تستخدم حاجه زي كده؟ هي فيها ليميتيشن ان ترانسفورمرز اصلا بطيئه بس هي كاوفر اول بيرفورمانس هي احسن كتير من ال اس تي ام. يعني هو ابروفد يعني في الليتريتشر ان الناس كلها دلوقتي بتستخدم ترانسفورمرز في ال ان ال بي في الكونتكست بتاع الناتشرال لانجويج اندرستاندينج وكده واللانجويج مودلز فخلاص ما بقاش حد يستخدم ال اس تي ام اني مور. بس الفكره ان ال اس تي ام احسن شويه من ترانسفورمرز ان هي سريعه. الترانسفورمر بيطلع في بيج او اوف تي سكويرد لكن ال اس تي ام بتطلع الاوتبوت في بيج او اوف تي. فطبعا احنا شغالين على سيلف درايفنج كار ومحتاجين الحاجه تبقى ريل تايم اس بوسبل فعشان كده رحنا للاس تي ام. بس طبعا بتحسن الهاردوير الترانسفورمر ممكن يبقى احسن كتير بعد. هو مش ممكن ان احنا نفكر انكم تمبلمنتوا السيستمز دي على هاردوير؟ طبعا ده هيكون احسن واحسن واحسن اكيد هتفرق معاك في السبيد والريسورسز والحاجات دي. بس يعني انا اوفرول طبعا يعني هو انت اتعلمت شبكه ديب ليرنينج اوريدي اونلاين ولا كان في كورسز بتستخدموها؟ احنا اتعلمناه اونلاين بس خدنا كورس في رابع الترم الثاني كنا اوريدي خلاص خلصنا ثلاث ارباع او يعني معظم المشروع يعني. ما شاء الله في شباب من التيم هنا اعتقد بتدوا اوريدي الكورسز لزمايلكم الاصغر ما شاء الله. لا طبعا انا يعني سعيد بالمستوى اللي مش غريب ابدا يعني على هندسه القاهره ويعني يعني اتمنى لكم التوفيق يا شباب. انا بالنسبه لي يعني ما عنديش اسئله اكتر من كده. لو حد من الدكاتره حابب يسال اتفضل. محمد عبد الغني. ايوه شكرا يا شباب على البرزنتيشن شغل ممتاز. انا عندي بس سؤال واحد بعد اسئله دكتور مادين. حابب بس انا شايف ان انتم قارنين بانتل واستعملتوها از بيز بيبر بداتوا بيها. هل انتم حاولتوا تشوفوا اي داتا سيت اخرى او حاولتوا تشوفوا اي بيبر تانية تقارنوا بيها ولا انتل بس؟ تمام. هو احنا اتفضل صبري اتفضل. لا كمل يا يوسف اتفضل صبري. طيب احنا كملنا الشغل على شغل السنه اللي فاتت فهم اوريدي كانوا شافوا الشغل بتاع انتل وبداوا ان هم يحسنوا على الشغل بتاع انتل فاحنا عجبنا المشروع وفكرنا ان احنا نكمل عليه ونفكر في اساليب او تكنيكس اكتر نحسن بيها البرفورمانس اكتر واكتر وبرضه نقارن بانتل. لكن البيبر الوحيد اللي شفناها قارنت بانتل هي برضه بيبر السنه اللي فاتت لكن ما شفناش بيبر ثانيه بتقارن بانتل بنفس البنش ماركس بتاعتها. طبعا ده ما يمنعش ان في بس احنا ما شفناش. طب يعني انت ما حاولتوش تستعملوا اي ديفرنت داتا سيت بنفس السيستم اللي انتوا بتقولوا عليه وتشوفوا الانهانسمنت؟ لو استعملنا داتا سيت ثانيه مش هنعرف نقارن بانتل فساعتها هيبقى مختلفه فهيبقى ديستريبيوشن مختلف عن الديستريبيوشن اللي احنا بنقارن بيه انتل. احنا ما رضيناش ان احنا نجمع داتا جديده علشان نبقى يبقى في فير كومباريزون ما بيننا وبين انتل. فلو استخدمنا داتا سيت ثانيه هل الداتا سيت بتاعت انتل از انف ولا كانت فعلا محتاجه انها تزيد عن كده؟ هي كانت طبعا محتاجه انها تزيد. كان فيها ليميتيشنز واحنا لجأنا لطرق كتيره ان احنا نافويد الليميتيشنز ديت في الاوجمنتيشن وفي الاب سامبلنج اللي عملناه عشان خاطر ما نلجاش ان احنا نغير ما نلجاش ان احنا نجمع داتا جديده ولكن فاليوتي الروز ما نقدرش نقارن. احنا حاولنا ان احنا نخلي فيه شويه حاجات ثوابت زي البنش مارك وزي الداتا ونحاول احنا بس نغير في النتورك بتاعتنا بحيث ان احنا يبقى التغيير بتاعنا بس احنا النتورك لا بنغير داتا ولا بنغير طريقه البنش مارك بحيث ان احنا اما نيجي نقارن يبقى عندنا فير كومباريزون. طريقه البنش مارك ثابته حتى نفس الاماكن اللي العربيه تنزل فيها وتحاول تعمل تاسكات ثابته كل العدد بتاعهم ثابت كل حاجه ثابته في نفس الوقت الداتا نفسها تكون ثابته. هنحاول بس احنا نعدل على الداتا نلعب فيها لكن مش ما جمعناش اي داتا جديده ولا كنا ناويين يعني ان شاء الله. هي البير بتاع انتل دي كانت سنه كام؟ 2017 تمام. احنا حابين بس اضيف حاجه بس ان احنا كنا فعلا ممكن نجمع داتا وكان هتعلي الاكيورسي هتاخد وقت تريننج اكتر بس كانت هتحسن. بس احنا هدفنا ان احنا بروبوز
architectures او طرق او methodologies في الداتا ساينس او المشين ليرنينج ان هي تحسن بالداتا اوريدي موجوده واحنا بس هنقارن بيهم. فكان ممكن طبعا احنا نجمع بس يعني كان هدفنا ان احنا نوصل فكره او architectures هتحسن من الطريقه اللي احنا بنكابتشر بيها الديبندنسي اللي موجوده في الداتا. فبس يعني هي دي الفكره كلها. طبعا لو كنا جمعنا داتا اكتر كان ان شاء الله هيبقى فيه بيرفورمانس احسن يعني. بالظبط كده تمام. بس ما كناش هنقدر نقارن. تمام انا هكتفي بالاسئله ديت ومع دكتور مديان ان شاء الله ويبقى اعرفش باقي الدكاتره بقى معاك وربنا يسهل. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا يا دكتور مع حضرتك. بس في الاول عايز سلام على دكتور حنان طبعا واشكرها على الشغل الحلو قوي ده. طبعا ربنا يكرمك يا دكتور. البروجكت طبعا فكرته حلوه جدا والشغل بتاع الشباب قوي جدا. انا يمكن عندي سؤالين بس صغارين يعني لان دايما دكتور مديان بيلحق يسال كل الاسئله. انا سؤالي بس في السلايد بتاعت الهايبر بارامتر هل في طريقه معينه انتوا استخدمتوها عشان تختاروا بيها الارقام دي ولا عشان دي الوقت اللي قلتوا اشتغلت اخر اسبوعين تقريبا؟ احنا لا لا في الار ال صح؟ لا لا الار ال اوكي في جزء الار ال الفاليوز دي بقى. تمام احنا كنا بنجرب على اللابتوب بتاعتنا معانا جي بي يوز 1060 ف التيوننج بتاعنا كان ان احنا الاول جربنا باتش سايز صغيره شفنا الليرنينج بيهافير عامل ازاي. الدنيا ما كانتش سكيلبل كان يعني ما كانش بيتعلم بسرعه. لما بدانا نعلي الباتش سايز الدنيا كانت بتبقى ستيبل اكتر بس طبعا في ليميت ما نقدرش نعلي عنه هو الميموري بتاعت الجي بي يو. في حاجات لما كنا بنغير فيها يعني مثلا الاكسبلوريشن دوت ده مهم جدا في الار ال قبل حتى ما نشتغل في الفكره بتاعت الانتجريشن. يعني الاكسبلوريشن سكيدول دوت لازم يتيح للعربيه ان هي تتعلم لمده كبيره. يعني مثلا ممكن ناخد 100,000 ستيب هو هي بس بتكسبلور بقيم كبيره قبل ما نوصل ل 0.01 اللي هنثبت عندها الابسلون جريدي اكسبلوريشن بوليسي. فده برده حاجات كنا بنعملها تيونينج. النمبر اوف بري تريننج ستيبس ده مهم جدا برده ان هو 750,000 دوت رقم كبير. فاحنا بدانا الاول برقم صغير يعني بدانا الاول ب 5,000 وجربنا على الكارت بول بروبلم وشفنا البيهافير كان عامل ازاي. طبعا كليرلي كل ما نزود البارامتر دوت كل ما الليرنينج هيتحسن ويبقى اسرع اكتر. بعد كده في عندنا بارامترز ثانيه مش موجوده اصلا في الار ال زي فريكوينسي اوف ابديتنج الاوفلاين والاونلاين بافرز. دي عشان احنا اصلا بنتروديوس فكره جديده فكان لازم نشوف ايه نتابع بعينينا ايه اللي هيحصل في كجامبس يعني في اللوس فانكشن لما نبدا ان احنا نريلود الاونلاين بافر. تمام فقعدنا نبص عليها كده ونحسبها لقينا ان احنا جيفن باتش سايز معين يعني كان 2000 ستيب الريلودنج ده رقم كويس جدا. في حاجات تانية مثلا جوه النتورك نفسها زي النمبر اوف نيورونز والدروب اوت والباتش نورماليزيشن دي كلها حاجات كنا بنجربها وبنشوف الافكت بتاعها. يعني مثلا الباتش نورماليزيشن ده حاجه اساسيه جدا لازم تتحط علشان الليرنينج يكون ستيبل. الليرنينج ريت برده واحد من الحاجات اللي كانت بتاثر جدا لما كنا بنخليه 0.1 اللوس فانكشن كانت بتجامب بشكل رهيب جدا. لما كنا بنقللها ل 0. مثلا 0.001 يعني مثلا 10 تو ذا باور نيجاتيف 4 هيفصل يعني خالص. تمام يعني نروح ونيجي دوت لحد اما ايه وصلنا للست اوف فاليوز دي احسن فاليوز ممكن نبدا عليها التريننج بتاعنا. منهم حاجات ريكومندد باي دي بوينت اصلا ومنهم حاجات احنا جبناها اكسبيرمنتالي جوه الكونتكست بتاعنا احنا. تمام طيب السؤال الثاني بقى طبعا يعني عيب الفيلد بتاع الاوتوموتيف هو الجي بي يو. فهل انتوا شفتوا ايه السبيكس بتاعت الجي بي يو المطلوب زي ما دكتور حنان كانت بتتكلم في الاول ان يعني لو في جي بي يو قوي اكيد الريزلت دي هتختلف. فهل انتوا حددتوا سبيكس معينه عشان حتى الجروب اللي هيكمل السنه الجايه قلتوا هتبقى فين من ناحيه البروسيسنج باور يعني. فهل في اي استيميشن للسبيكس المطلوبه عشان تخلي السيستم ده يشتغل ببرفورمانس احسن؟ هو قصد حضرتك في التريننج ولا في التستنج؟ يعني لو تقدر تقول لي هنا او هنا. طيب احنا التريننج بتاعنا جربنا نعمل تريننج على 1080 وعلى 2080 RTX. طبعا التريننج على RTX 2080 كان يعني احسن بكتير جدا 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 من 1080. كنا بنخلص التريننج بتاع الايميتيشن نتوركس في يوم تقريبا تمام. لكن على 1080 كانت بتاخد حوالي مثلا 3 او 4 ايام علشان نوصل للبرفورمانس كويس. يعني مثلا ال 70 ايبوك او ال 60 ايبوك كان بيخلص في 3 ايام ونص مثلا حاجه كده انا مش فاكر بالظبط الرقم بس هو من 3 ل 4 ايام. لكن لما رحنا ال RTX كنا بنخلص في يوم ونص بالكتير قوي. كان بيبقى خلصت مثلا 80 ايبوك
ستوك ولا حاجه وبنرفع الويتس وبنقعد نبدا نجرب نشوف البرفورمانس عامل ازاي. فطبعا كل ما نعلي السبيكس بتاعه الجي بي يو كل ما ده هيقلل التريننج تايم وكمان حتى هيقلل الانفرنس تايم برضو، لان انا وانا بعمل انفرنس بستخدم الجي بي يو، فده جوه الكونتكست بتاع السيلف درايفنج برضو هيكون احسن كتير. تمام انا كده خلصت، شكرا يا شباب على المجهود الرائع. تمام شكرا دكتور محمد. بس ان هي مش انميوتد. شكرا شكرا يا شباب شكرا. او احنا بس نشوف دكتور سماح لو عندها اسئله. بس نشوف دكتور سماح لو عندها اسئله يا دكتور حنان وبعد كده خلاص. دكتور سماح حضرتك معانا؟ هي غالبا دكتور سماح ميوتد يا دكتور، فانا يعني ثواني هديها المايك. انا اديته لها انا كذا مره عملتها. ايوه معلش انا اسفه. طبعا اولا بسلم على دكتور حنان برضو وبشكر كل الدكاتره معانا باعتبار ان دي يعني اخر مناقشه انا فيها النهارده مع حضرتك يا دكتور حسن، وبشكر حضرتك اكيد. هي بالنسبه لي بقى ختامه مسك فعلا، لانه من ناحيه كل حاجه يعني ما شاء الله شغل وايفورت ومحتوى وكونتريبيوشن وعرض هايلين يا شباب ما شاء الله. وهو يمكن انا الحاجه اللي كنت هبقى عايزه اعرفها هي الدكتور محمد لسه سائل عنها برضو، ايه اللي هيبقى يعني الستاتس دلوقتي تسمح بان التيم ان شاء الله اللي هيكمل شغل reinforcement learning بقى المره دي، لان دي بالنسبه لي حتى يمكن تحديدا تاني تجربه مع مشاريع تخرج بيبقوا بادئين على انهم هيشتغلوا ار ال، وبعدين هم الار ال تاند اب ان هي تبقى فيوتشر ورك somehow. طبعا هو ما شاء الله هم عملوا لا انجاز كبير في ان هم يحددوا التشالنجز والبيست يعني سيت اب سو فار او اوبتمايزد يعني بارامترز اللي ممكن الجاي بعدهم يبدا بيها. بس يعني اي هوب ان ده كله كمان يبقى في الثيسيس واضح جدا، بحيث انه تبقى اللي يجوا بعد كده يبقى خطوه البدايه بالنسبه لهم على طول بقى للار ال قبل ما يبقوا مضطرين يمشوا في الباث اللي هو مرتبط بالديب ليرنينج او سوبرفايز ليرنينج العادي يعني ان شاء الله. ان شاء الله. هل عندك اسئله يوم تاني يا دكتور سماح؟ لا لا تمام كده تمام. طيب كده تمام، كده فاضل بس حاجتين يا شباب هنعملهم ودكتور حنان معانا. الحاجه الاولانيه هنطلب من الاودينس موجودين غير التيم بتاع المشروع، يعني انتوا الاربعه هتفضلوا والدكاتره هيفضلوا، بحيث ان احنا هناخد فوتو بعد كده هنفتح الكاميرا وناخد صوره مع بعض مجمعه عشان بس اتاكد ان انتوا موجودين معانا كلكم الصوره يعني، وبعد كده انتوا هتخرجوا كتيم وهنقعد بقى نعمل الدرجات بتاعتكم دكاتره بس. فهطلب من الناس اللي موجوده غير التيم غير انتوا الاربعه والدكاتره يتفضلوا بس يليف الميتنج، والادمن يا ساره يا ريت